معناته اختفى هيك فجأة صح؟ لك والله أنا من يوم يومي بقول إنه الرجال ما لهم أمان. أحمد عنده تفسير تاني، قال إنه ممكن يكون بدر لحق أبوه. طلعي شو يعني إذا عم تقولي إنه اختفى؟ إيه مزبوط اختفى، بس شو هو السبب؟ هذا اللي عم نحاول نعرفه. والله أنا برأيي ما تعذبي حالك، اختفى وخلص وخلصت علاقتكم. هلا حضرتك لسه ما صار لك بتعرفيها للميس غير من كم يوم، وما بتعرفي أي شي عن بدر. على أي أساس حكمتي إنه العلاقة انتهت إذا ما بتعرفي شي عنهم عزيزة خانم؟ خانم مين؟ خانم مين هاي؟ بعمرك شفتي خانم خريج تحبوس؟ أنا بس عم أقلك عزيزة خانم من باب الاحترام، ما دخل السجن باللي عم بحكيه. والله أنا ما بحب حدا يحترمني هيك، من أول مرة ضربني فيها نسيت شي اسمه احترام. وأنت كمان لميس، انسي هالمجنون وخلينا نفكر بشغلنا. أنت معك مصاري عزيزة، شلون بدك يعني نشتغل؟ بعرف في جمعيات لدعم النسوان بيعطونا قرض بفوائد بسيطة، وبعدين ما بدنا رأس مال كبير. إيه بس نحن ما بنفهم بهالشغلات، بلا ما نفوت حالنا بشي مصيبة أو بشي ورطة جديدة، مندور على شغل عادي وعلى مهلنا أزبط. هو علينا. لك أنت وين عايشة؟ أنت خريجة حبوس، مين بده يشغلك؟ لهيك يا بنتي خلينا نبلش شغل راس ماله، بس شوية خرز ومنبلش نعمل اكسسوارات ومنبيعها. يعني اذا انتو اشتغلتوا فانا شو بدي اعمل؟ انتي رح تبصي بهالولاد. شايفة شو شاطرين لما نشتغل مع بعض؟ وبس نأسس شغلنا الخاص كل شي رح يكون أحلى. عم أحكي معك. ها؟ عم أحكي عن الشغل. والله شو رأيك نبدأ فيه؟ انتي شو قصتك؟ شايفة بنت مراي قلتلك لشو هالإصرار كله على موضوع الشغل؟ شبك كل ما حكيت فورا بتنطي. انت شو دخلك؟ ريحي لي حالك، مو حلوة نتخانق، نحن جيران وحبايب. يعني انت قاعدة هلأ وما بدك تروحي من هون؟ والله بدي ضل هون لحتى تقلعني لميس بعدي. ايه بس ما رح تقلعني، وبدنا نعمل شغل مع بعضنا. ما بعرف عزيزة، مالك شايف المصايب اللي عم تصير من لما طلعت؟ بدر راح وما بعرف اذا تركني ولا لا سمح الله صاير شي معه، والولاد تركوا البيت وعايشين بقصر، وما بعرف كيف رح يرجعوا يتأقلموا بس يرجعوا لهون. من لما طلعتوا المصايب نازلة فوق راسي، أنا فاضية لحتى أفكر بشغل. لميس هي ما تواخذيني أمانة، زودت عليكي بنقي. لا أنتي ما تواخذيني. إيه فعلاً أنتي زودتيها. شبك أنتي استلمتيني، خلص بقى. وليش بدي استلمك يعني؟ أنا أكل هم رفيقتي والله مو أكتر. مو شايفة حالتها كيف ولسه نازلة فوق راسها نق على القصة؟ خلاص شو صار لكم هلا؟ وشو بدنا نعمل بالله؟ ما قدرنا نلاقي ولا غبي يصرف علينا، لهيك لازم نشتغل حبيبتي. بس لا انتي عم تحكي عن زوجي؟ لا كثير تخنتيها. بسيطة تولاي، هي مو قصدها شي شبه. اسمعي لقلك. كملي عن اذنك شوي لميس، هاتي لشوف طربينا. انا بدي روح لميس بعدي. عزيزة ناقصني مجانين انا. كرمالي الله يخليكي روقي، روقي انا شوي وبشي. مو معقول شو هالوقاحة هي. تولاي تولاي كرمالي اهدي عزيزة، هيك طريقتها بالحكي بس والله هالبنت ظريفة وقلبها طيب. قلبها طيب؟ ايه هي جاية من البرية وبدها تاخذ الأولية. لا وعم تحكي معي كأنه قاعدة ببيتها، وقال شو بدها تساوي الشغل معك؟ ديري بالك منها. طيب خلص أنا رح أدير بالي بوعدك. تولاي أنت بتعرفي قديش أنا بحبك، مو هيك؟ الدنيا بكفة وأنت بكفة. يقبشني هالوش أنا والله جاي. ايه طبعا. يا ريت توصلي هالحكي لهالوقحة اللي ببيتك. ماشي تكرمي بوصل لها. ماشي يلا برجع بشوفها. امشي على مهلك. ماشي. يا الله والله انا ما كان قصدي اني ساوي مشكله، بس شفتيها كيف ما انا طايقتني من الصبح عم تسمعني حكي. ايه يا عمري هو ما اختلفنا، بس تولاي عن جد اعز رفيقه عندي، يعني فيكي تقولي مثل اختي. اذا بدك تريحيني لازم تعرفي تتفقي انت وياها. طيب رح احاول اكيد. بس شايفه كيف خليناكي تضحكي؟ والله كنتي رح تبكي من شوي.
مجانين عن جد. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.